السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم وليد جان في حلقة جديدة من تي سي جي ماستر. اليوم راح نكمل شرحنا للعبة ماجيك. ففي الحلقة هذه راح نشرح لكم كيف تمشي الأدوار، كيف ترتيب الأدوار، وإيش تسووا خلال الدور من البداية إلى النهاية. في البداية طبعا بعد ما الكل يشفل مجموعته أو يخبصها، طبعا هذا شيء أساسي في اللعبة إنك لازم تشفل وتعطي الخصم عشان يقصها وتتقص الخصم. بعد كذا كل لاعب في بداية اللعبة لازم يسحب 7 كروت. فنسحب 7 كروت، 2 3 4 5 6 7، وهذا طبعا بعد ما تحدد مين اللاعب اللي يبدأ أول. تسوي قرعة سواء حجر أو مقص بالاتفاق بينكم أو بنكتر مزهرة عشان تحدد مين يبدأ أول واحد. بعد ما تسحب 7 كروت تشوف يدك عجبتك، تقدر تقول I keep، راح حافظ على اليد حقتي، أو تقدر تقول اليد ما عجبتني، ترجع تخبص المجموعة وتسحب 6 كروت هذه المرة بدل ما تسحب 7 كروت. ففرضاً الآن خبصت مرة ثانية وسحبت 6 كروت، خلينا نقول 1 2 3 4 5 6. طبعا الحركة ذيك اللي هو تعيد التخبيص يسموه موليجن في اللعبة، فتقدر تقول موليجن وتخبص يدك كاملة وتسحب 6 كروت جديدة وتشوفها. على سبيل المثال اليد الثانية عجبتك وكانت أحسن، راح تقول I keep، راح تحافظ على يدي. فوقتها راح يقلين أشوف أول كرت اسمه سكراي 1، سكراي كرت واحد يعني، فأشوف الكرت الأول إذا عجبني أخليه، إذا ما عجبني أحطه في البوتم أو في تحت أو في قاع المجموع. بعدها تبدأ اللعبة. فرض أنا أول لاعب راح ألعب، طبعا أول لاعب ما يسحب في اللعبة، بس بعد كذا كل ما يجي دورك راح تسحب. فأنا كأول لاعب ما راح أسحب، بس يحق لي أن ألعب لاند. فندخل مرحلة اسمها المين فيس. فالمين فيس هذه يحق لك أنك تلعب أي لاند من يدك، طبعا لاند واحدة تلعبها في الدورة. يحق لك تلعب أي سورسري، أي إنستنت، أي بلينز ووكر، أو أي كرت تلعبه من يدك. بعدها تنتقل من مرحلة المين فيس 1 إلى الكومبات. تسوي الكومبات حقك، من الكومبات راح تروح لمين فيس 2. إذا ما كنت لعبت لاند تقدر تلعب لاند كأنها مين فيس 1، بس إذا لعبت لاند طبعا ما تقدر تلعب لاند في المين فيس 2. بعدها تدخل في إند ستيب والكلين أب. الكلين أب عبارة عن إذا في يدك في أكثر من 7 كروت لازم ترمي الكروت الزيادة في الجريف يارد أو في مقبرة اللعبة. طيب لما يجي دور الخصم، خلينا نسرع اللعب شويه. فرضا الخصم لعب وانا لعبت الى ان وصل عندنا احنا الان، انا عندي 3 لاندز مثلا وكريتشر في الملعب. فرضا كان دور الخصم وانا كنت مثلا خلينا نقول تابت فور سام ريزن عشان انزل كريتشر ده. فرضا جاء دور الخصم والخصم خلص دوره وجاء دوري الان. الآن لما يجي دورك مرة ثانية حتمر في مرحلة اسمها الـ Untap، فتجي Untap لكل الـ Permanent اللي عندك في الملعب. طبعا أي كرت في الملعب يسمى Permanent في اللعبة أو شيء دائم يعني، فتجي Untap لكل Permanent اللي عندك. تدخل في مرحلة اسمها الـ Upkeep. فالـ Upkeep هي مرحلة تفعل فيها بعض الخصائص مثل زي الـ Instant إذا تبغى تلعبها في الـ Upkeep، أو بعض الكروت يقول لك في الـ Upkeep سوي الشيء الفلاني مجرد في نص اللعبة، في نص البطاقة عفوا. بعد كذا تدخل في الدرو ستيب اللي هو تسحب كرت. بعدها تدخل في مين فيس 1 وهكذا. هذا ببساطة الأدوار في لعبة ماجيك. إن شاء الله تكون بسيطة وسهلة. إذا عندكم أي استفسار تقدر تسألونا في الكومنتس. شكرا لكم.